نتابع بقى مع حضراتكم دلوقتي اجواء كانت حفل الانشاد الديني نظمته لجنه المراه بالنادي الاهلي في فرع مدينه نصر، وبعد كده نرجع نكمل. النهاردة يوم من أيام أكتوبر العظيم، تصادف معاه أن احنا عندنا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. طبعا شهر ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، الشهر ده حافل بالاحتفالات، كل يوم ينتمي للشهر اللي فيه مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده ليه فرحة وليه مكانة عندنا كلنا. أعضاء النادي الأهلي بيحبوا يغيروا، إحنا كلجنة مرأة بنحاول ننوع في الأنشطة اللي إحنا بنقدمها، فانتهزنا فرصة إن إحنا عندنا حدثين، انتصارات أكتوبر العظيم ومولد النبي عليه الصلاة والسلام، فاخترنا منشد ديني وهو برضو قام باحتفالات وطنية في العديد من الجهات الرسمية. والراجل ده من الناس اللي عاملة تدريب للإنشاد وبيدرب في جامعة الأزهر، حد معتمد وحد محترم يليق بعائلة الأهلي. إحساس مختلف وإضافة وشرف لي أكون موجود في نادي القرن يعني، وأنا أهلاوي بالمناسبة وبتابع كل الماتشات يعني بتاعت الأهلي، والأهلي نادي عظيم يعني، كون إن إحنا نكون موجودين فيه علشان ننشد ونمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فده شيء يعني كان مطلوب، انه نشر مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل مكان، والنهارده موجود مع الفرقه بتاعتي علشان يعني نعمل روح حلوه كده من مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بصراحه المقيمين على الحفله والاداره والتنظيم بشكرهم شكرا جزيلا على حسن استضافتهم وعلى التنظيم الجميل، وان شاء الله نطلع حفله جميله والناس تتبسط بيها وتكون يعني حاجه في تاريخنا ان احنا عملنا حفلات في النادي الاهلي. بنشارك أعضاء النادي الأهلي، لجنة المرأة بتشاركهم احتفال ذكرى مولد النبوي صلى الله عليه وسلم، وبنحاول نشارك الأعضاء وبنحاول نساعدهم، وقمنا بالتواصل مع المنشد محمد عاطف علشان نقيم حفلة تكون حفلة جميلة، حفلة رائعة يعني، علشان يعني نحاول نكون معاهم في كل المناسبات ونحاول نشاركهم. ولجنة المرأة سعيدة جدا جدا بكل أي حاجة بتقدمها هنا في النادي الأهلي، صراحة احنا بنبقى في منتهى السعادة حقيقي واحنا معاهم. والله يعني بتبقى مفاجأة سعيدة جدا يعني، انا ما بسمع الإعلان بقعد بقى متحمسة ومنتظرة الميعاد بفارغ الصبر، واكلم كل اصحابي وحبايبي عشان يجوا يحضروا معايا. هو من اسبوعين كده كان في حفلة برضو لفرقة ابو شعر السورية، والسنة قبلها كان فرقة الشعراني برضو السورية، فكان بيبقى زحمة قوي، والناس بقى سعيدة وبتتفاعل والجمهور يغني، بيبقى يوم جميل يعني. طبعا الحاجات دي يا ريتها يخليها كل اسبوع، تبقى جميلة قوي. ندوات اكتر في كل المجالات، ندوات دينية اكتر، دوعية اكتر، يعني حاجات زي كده بتبقى لطيفة برضه. طبعا رائعة جدا، وبصراحة يعني هي مميزة يعني، كان في حفلة مولد النبي كانت رائعة جدا الفرقة اللي كانت موجودة، والنهاردة برضه إن شاء الله يكون يوم حلو نستمتع بيه بإذن الله. بشجع كل الأنشطة بصراحة اللي بتعملها اللجان، ودايما بحضر كل الأنشطة اللي بتعملها لجنة المرأة، وأنا أصلا في أسرة الرواد، وبصراحة معجبة بالنشاط بتاعهم، لأن هم عملوا لنا حاجات كتيرة جميلة، ومن ضمنها طبعا الحفلة بتاعت النهاردة إن شاء الله نستمع وننبسط يعني.